اول فقره ب ام تي في لايف هي باركود، واليوم فادي راح يعرفنا على نيو جادجت. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ تمام، ماشي الحال. صباح الخير لكل المشاهدين. كثير حلو نبلش الحلقه ويكون البارح حد مش انطروا تا ينزل من فوق، عن جد كثير احلى هيك، بتحس هيك انطر الاسانسير انزل الاسانسير 100%. بس اليوم عندي اخبار مهضومه حلوه كثير. راح بلش ب فيت تريب. بتعرف في كثير ناس بحبوا يعملوا سبور، بيعملوا سبور بالبيت. ليش في ناس بتحب تعمل سبور؟ شو القصة؟ ما بتحب شكلك أبداً. لا بالعكس. شكيك عند أمين. لا بالعكس. ضروري. ضروري نعمل سبور. ومشان هيك للناس اللي بيلاقوا إنه ما عندهم الوقت، بعرف كتير ناس أول حجة هي ما عم لاقي الوقت. ما عم لاقي الوقت. بس أنا برأيي إنه كل شخص بده يعمل حي الله شيء بحياته بيلاقي له الوقت. صحيح. إذا مزبوط مقرر يعمل ال. صحيح. فمشان هيك للناس اللي ما عم بيلاقوا الوقت بركي يروحوا على الجيم، بس بدهم يعملوا سبار بالبيت، وفي منهم كتير بيزهقوا يعني بعد فترة، بالأخص إذا بتعمل البسيكلات بالبيت لأنه سيبتي، إذا بتعمل 40 دقيقة بيصيروا 30 دقيقة، بيصير بدي بس خلص تليفونات، بصير مستعجل اليوم بليها شوي شوي. كتير مزبوط، مش عم بحكي عن حالي، ما بعرف إذا عم بحكي عن حالي أبدا. بس كتير مزبوط. مشان هيك في فكرة جديدة وكتير حلوة، إتس فيت تريب. فيت تريب هي ابلكيشن بتنزل على الـ على على التابلت، وبتخليك تبرم محل ما بدك بالعالم انت عم تعمل سبار. يعني بتكون انت موجود، اذا عم تعمل تور دو فرانس مثلا على البيسيكلات، فيك تعمل تور دو فرانس على البيسيكلات بكل سهوله، بتقطع بزيت الطرقات اللي عم يقطعوا فيها. اذا بدك تكون عم تعمل ما بعرف، عم تركض على حيلة طريق، على حيلة محل شط بحر، وات ايفر. يعني انت المحل اللي انت موجود فيه عم تعمل رياضه على المكنه، ولكن التابلت تبعتك رح تاخذك على المشوار اللي بياخذوه اصلا الرياضيين الكبار. صحيح. وبياخدك يعني بتحس حالك انت مزبوط، طالما عم تتفرج على التابلت عم بتشوف كانه انت عم تركض وعم بتشوف هالمناظر كلها حواليك، وبتشوف تفاصيل، يعني بتشوف بيوت، بتشوف ناس، بتشوف مناظر حلوه، بتشوف. صحيح صحيح. فهيدي كمان شوي لتحمس العالم، انه لانه مزبوط هي شوي بتزهق بركي خبريه انه انت قاعد جوات اوضه عم تعمل سبار، يمكن على البسيكلات اللي مفروض تكون عم تبرم بالطرقات، فلحتى تغير جو وتحس حالك مزبوط عم تنبسط بالسبار، في هالفكره الجديده. اتس جريت ايديا، انا كثير حبيت هيك. بنصير بننوع، لانه اجمالا السبار بيقطع بسرعه لما تكون عم تحضر ام تي في لايف، انه في اشياء في تنوع، في هيك مقدمين برامج مهضومين خفيف الظل، ففي ننوع بين احلى شيء تعمل دعايه لحالك. فهيدي الفكره كثير مهضومه، لانه فيك تزور مناطق جديده، فيك تزور اماكن ما بحياتك يمكن شايفها الا على تي في، كمان راح تشوفها قدامك اكشلي، بس بتحس حالك كانك موجود بهالاماكن، وبتنبسط بسبار وبيقطع الوقت بسرعه. صح. بالوقت اللي انت مقرره لتعمل فيه سبار، ساعتها بتصير تحب تعمل سبار اكثر بركي، وتقعد لوقت اكثر، يعني بدل ما تقلل من الوقت بتصير منزيدهم، بتصير تزيد من الوقت لحتى تشوف بعض مناظر أكثر حواليك. سياحة ورياضة. صحيح 100%. هيدي هي تاني فكرة. رح ننتقل لتليفونات سامسونج. الفكرة الجديدة اللي كل العالم كانت اوريدي عم تحكي عنها لحتى تعملها، وبلشت LG تحكي عنها، الكيرت اللي هي فلكسيبل سكرين. هالفلكسيبل سكرين او هالكيرفد فون من سامسونج، هو اذا بدك تاب 3 نفسه، بس الفكره عنده هالكيرفد شيب، والهالكيرفد شيب بتعطينا كذا هيك اوبشن زياده. اوبشن شو بنستفيد؟ اول شيء على الوجه اريح، لانه في غير براند عملتها يعني البرمته على نصها، مش على الطول، على العرض. يعني أوكي. بشكل تجي مع الوجه. اوكي، هيدي شو الفكره منها؟ اذا عم تسمع ميوزك وحاطه مثل ما هلا موجود على الطاوله، اذا بتبرم عماله الشمال بيروح previous song، اذا بتبرم عماله اليمين بيروح forward. اوكي، يعني صار فينا نحرك التليفون مثل كانه هو ريموت كنترول. صحيح. واذا ما عم تسمع ميوزك عادي، بس اجاك نوتيفيكيشن مسج وات ايفر والسكرين مسكره، بمجرد انك بتحركه باتجاهك، انت كيف قاعد بتحرك باتجاهك بتشوف على السكرين شو اجاك. اوكي، فهيدي يعني هيدي الفكره الوحيده الزياده اللي هلا عملوها، كل هالاختراع وكل هالتقنيه كرمال بس نحط نيكست تو بريفيوس.
بال 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 بالكيرف لهلا ما عملوا غير اكثر من هذه الشغله. اكيد عنده بس 3 جيجا بايت رام، كلهم كان عندهم 2 جيجا بايت رام، عن واكيد الانترنال ميموري تبعه 32 جيجا بايت. فالفكره مثل ما كنت عم اقول لك مهضومه، هلا انا بلاقيها مهضومه اكثر لانه بعتقد بس حطه بجيبتك برتاح فيه اكثر، كمان بيجي كيرفد على ال بالجيبه فما بيزعج. لازم يعملوا قياسات حسب حسب شو. فلا انا على طول بحط تليفوني بجيبتي، فبتحس بس بدك تقعد او وات ايفر عم تتحرك مرات انه يمكن هذا رح تنساه، ما بعرف اذا منيح تحطه ولا لا. anyway هيدي فكره الكيرف الجديده من سامسونج، ومعمول بطريقه كثير مهضومه اللي هو ثاني ميل كانه معمول من جلد، بس هو منه جلد طبيعي، بس شكله مهضوم. عطي لكجري لكجريس فيل. اكزاكتلي هيدي فكره. الفكره اللي كثير حلوه كولينج مام، هيدي فكره رائعه. اسمها فيليب هو ولد صغير ضاع لمده 30 دقيقه. بيو بما انه تعرف الاهل اكيد عندهم هذا الهوس بيخافوا كثير وين الاولاد، من بعد ما ضاع ابنه 30 دقيقه ورجع لقيه طلع بهذه الفكره، وهو اخترع هذه الفكره وسماها فيليب. فيليب هي بالنهايه ساعه، هالساعه فيها لوكيشن سنسور، فيها مثل الجي بي اس، بيقول له للاهل، بيقول للاهل بواسطه التليفون سمارت فون اللي عندهم اياه وين موجود الولد. يعني اذا كان ابنكم منه على فيسبوك وعلى تويتر وعلى واتساب وعلى موبايل بس وعلى لحظة. في هذا الجادجت اللي بيسمح له. بس هذا الجادجت ما في يعمل كثير اشياء فيه، ما في شيء بالنهايه، لانه هو من عمر 4 سنين ل 11 سنه ماكسيمم. فاول شيء بيقول للاهل وين موجود، او انت حتى فيك تحدد للولد قد ايه المسافه، قد ايه الريون اللي فيه يبعد أو عنك، ما يطلع عنه. اكزاكتلي وبيضل يعطيك نوتيفيكيشن على التليفون، بلس انه حتى فيك تقرر انه كل 3 دقائق انا بدي نوتيفيكيشن بلا ما يكون في اي شغله. اذا لاحظت في زر احمر، هي اتس فول ووتر بروف، في زر احمر، هالزر الاحمر exactly one big pixel، في 5 ارقام تليفونات مسجلين بالتليفون بيصير يطلبهم ورا بعضهم لحتى واحد من الارقام يرده. okay. لحتى كمان يقدر يحكي معهم وبيسجل حواليه الامبيانس، شو الاصوات، وين هو، وين هو موجود، مع اكيد الجي بي اس اللي هو بيعطيك مزبوط لوكيشن وين موجود، هل هالصبي اذا ضايع ولا، لكن حدا خاطفه بركي ما بعرف، مثل كانه بانيك واتش. صح الارم. حبيت هالفكره كثير، معموله بطريقه كثير حلوه لحتى الاولاد ينبسطوا بانه ما بينزعجوا انه عم يبكلوه او وات ايفر يكون البريسل تبعهم. ثانك يو فادي، اتمنى لك ويكند حلو. نحن رح ناخذ مشاهدينا بريك ونرجع لكم.